بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو آخر على موضوع الورك والكينيتيك انرجي. وبهذا المثال أو مثالين عندنا نحاول نشوف نحللهم ونشوف شو المطلوب فيهم. طيب، في المثال الأول بحكي لي إن في عندي إشي بريشنال انرشيا 5، معناها I بتساوي 5، بس عمالي بشوف المعطيات. R بتساوي 0.25، اوكي. وبعدين في عندي فورس على الطرف اللي هي 2 نيوتن. طيب، وبحكي لي الديسك لف مقدارها ريفوليوشن، معناها يعني ثيتا او دلتا ثيتا بتساوي بهاي الحاله باي، لانه نص في 2 باي، فبده الورك. طيب، فكنا في قانونين للورك، اما الورك بتساوي دلتا كانتك انرجي وتساوي نص اي اوميجا دلتا اوميجا تربيع. اوميجا مش معي يبدو انها في السؤال. القانون الثاني بحكي لي تكامل من ثيتا اي لثيتا فاينل لتورك دي ثيتا. طيب، هل هذا معنى التورك؟ مش معنى، بس معنى اف وار، واحنا بنعرف انه التورك بيساوي اف ار في ساين ثيتا. ثيتا هون ما انه على التانجنت معناها 90، فبالتالي بنقدر نحط تكامل. طب ثيتا اي ثيتا فاينل بما انه لف نص لفه، فبالتالي ثيتا اي بتبلش من زيرو وبتنهي عند نص لفه اللي هي عند باي، فبالتالي هيك اسهل طريقه على اساس نحل هذا السؤال. فبالتالي بصير من صفر لباي بي اف بار اللي هي 2 ضرب 0.25 دي ثيتا، وتساوي اللي هي نص في باي ناقص صفر، وتساوي باي على 2 جول طبعا. فلو تشوفوا باي على 2 بتطلع 1.6 تقريبا. فهي اول سؤال. شوفوا، لاحظوا انه اعطانا اشياء ممكن ما لزمتنا، يعني زي اي. ممكن في ناس تفكر بطريقه ثانيه، تروح لمعادلات الحركه وهكذا على اساس توجد اوميجا وتحل على هذا القانون، ما في مشكله، بس يعني راح تاخذ منكم ستيبس اضافيه. طيب، الاشي الثاني انه بحكي لي عندي جسم في اي بتساوي تاعته 6، وفي عنده كونستانت انجلر اكسلريشن الفا بتساوي 2، وبلش من الصفر، فبالتالي بتساوي صفر القيمة الأولية، وفي عندي تايم بمقدار 5 ثواني، فبسأل عن التورك، عفوا لا، بسأل عن الورك دان during the first 5 seconds by the net torque acting on it. فهو بسأل عن الورك في هاي الخمسة سكند اللي صار عن طريق التورك، فبالتالي هو بسأل عن الورك. طيب، كمان مرة الورك في له قانونين، يا اما هذا يا اما هذا. هون واضح انه ما جابليش سيرة الانيشال والفاينل بوزيشن. على فكرة عندي تسارع ثابت، فممكن نشتغل على هذا الاشي ونوجد اي والفاينل والانيشال عند تي بتساوي صفر وعند تي بتساوي 5، لكن انا بتوقع انه هون معادلة الحركة بتخدمنا اكثر، لانه لو عندي اوميجا زيرو، لو وجدت اوميجا فاينل فبتصير، وعندي اي موجوده، فبتصير تطبيق مباشر. فاذا بدنا نجيب اوميجا فاينل تساوي اوميجا انيشال بلس اي بتي او الفا بتي، وتساوي 0 بلس الفا اللي هي 2 ضرب تي 5 وتساوي 10. فبالتالي الورك بتساوي دلتا كي وتساوي نص اي اوميجا فاينل تربيع ناقص اوميجا انيشال تربيع، وتساوي نص ضرب 6 ضرب اوميجا فاينل تربيع 100 ناقص 0، وتساوي 300 جول. فبالتالي هاي الخيار الصحيح. فبالتالي في اسئله من هالنوع لازم تكونوا حذرين من فكره انه ممكن ارجع لمعادله الحركه بتسارع ثابت على اساس احسب شيء ناقصني، او ممكن اروح للتكامل مباشره لو جاب لي سيره البوزيشن وكيف تغير خلال عملية الاكتنج للورك. فهاي الافكار كثير مهمة انكم تفهموا فكرة الكينيتيك انرجي بشكل ممتاز. يعطيكم العافية.